شايفك قاعد، انا عديت كذا مره من هنا شايفك حاط ايدك على خدك وباصص في الارض. خير؟ لا بس عشان تعبان شويه. خير مالك؟ الف سلامه. اعمل عمليه كبيره ببطني من زمان بس مقصره عليا، يعني كانت حادثه وقع عليا خشب وبتاع، فاعمل عمليه كبيره ببطني مقصره على صحتي، انا مقصره عليا، فتلاقيني دايما يا اما قاعد شويه يا اما في المواصلات بقى في الحاجه بتاعتي بقى، فمبقتش اقدر اطلع برضه الاتوبيس زي الاول وانزل وشويه كده وشويه كده. أيوة. ربنا اللي بيرزق، هو الواحد بينزل بيسعى بس بيعمل اللي عليه، في شغل ما فيش شغل ده بقى بتاعته هو، هو اللي بيرزق. انا اصلا كنت شغال نجار موبيليا، بس طبعا ما بقتش قادر اشتغل في النجاره. شغلانه النجاره برضه عايزه شقه وتعب بقالك قد ايه يعني شغاله؟ اكتر من 15 سنه وزياده. وجايبه همها معاك؟ الاول كان ممكن انت مثلا تبقى معدي عليا نخلي بقى كذا، نخلي بقى كذا، حتى لو مش محتاجها تاخدها وتحطها في البيت. تقول اللي مش هينفع النهارده هو ينفع بكره. النهارده ما كنتش حاجه محتاجها ضروري في البيت مش هتاخدها. متجوز؟ وعندي 3 ايام في بسام ومؤمن ومعتز. بتدخلك كام الشغلانه دي في اليوم تقريبا؟ انا ربنا بيراضيني من ناحيه، من هنا من هنا، ولو حد بيشتري حاجه برضه حاجه ناقصتني اروح بجيبها من موسكو. بعت ب 50 جنيه ولا عملت ب 50 جنيه ولا انا عملت؟ وواحد والله بيعدي عليا الله يرزقه ويسهل له، يعني بيعدي كل يوم والله بيديني 50 جنيه الصبح. بتشتغل من كام لكام؟ انا بقول لك بقى من بالليل مثلا لغايه الساعه 10 الصبح بتاع، وبعد بعض بروح. عندك ثقه في ربنا ان الدنيا؟ طبعا يعني ولا ربنا هو اللي بيرزقني ويرزقك ويرزق الناس كلها. ونعم بالله. بس بننزل نسعى بنعمل اللي علينا بس. ربنا يرزقك يا عم خالد، انت حد جميل. دول هشتري منك بضاعه ب 500 جنيه؟ يا عم تشتري يلا يا كبير بس ده حالك. تاخد ايه ب 500 جنيه؟ ده رزقك. كل سنه وانت طيب. السلام. رمضان كريم. الله اكرم، ربنا يوسع عليك ويصلح حالك ويحل اقدامك. انا هسيب لك البضاعه اللي انا هشتريها دي، خليهم معاك، ربنا يضاعف لك رزقك ويكرمك في نهار رمضان احنا صايمين كده. ربنا يوسع عليك ويصلح حالك ويحل اولادك. نعم يا حاج، معلش ممكن اقعد هنا بس شويه عشان عامله عمليه مش هقدر. مش عارفه اعمل ايه. انا جايبه ارضا لواحد قال لي عايز وجبه، قلت لهم الوجبه دي 500 جنيه وقال لي بعد كده مش هاخدهم، قال لي انا لغيت الارضا. معلش وانا كنت في احتياج ليهم عشان بنتي في الجامعه مش عارفه اعمل ايه. قعدني يا ابني قعدني، اقعد جنبك شويه يا رب يسترك. مش عارفه اعمل ايه. 500 جنيه خليهم معاك. لا يا ورزقك رزق ناس، حسبه نسبه وبالمقاس، امتحان من غير لجان وانت جزء من الحكايه. هم 500 جنيه جولي واحد ربنا رزقني بيه ده امي وتسبتيهم عادي. اسمهم؟ طب ما انت قاوت بيهم يا ابني. انت قاعد. انا ربنا يرزقني بقى. بقول لك ايه؟ طب خد اسمهم بيني وبينك. لا ما هو عشان عليك ايه بس وسيبك. والنبي عشان خاطري بس. تعال. انا مش قادره اقوم، انا مش قادره اقوم لك والله. طب اقعد بالله عليك لا انت قاعد. دول كتير اقسمهم بيني وبينك. لا والله هو رزق، بس انت بتقولي عليا حاجات ب 500 جنيه. معلش والله ما اخد حاجه. طب اسمع اسمع يا رب يسترك اسمعني، دول كتير عليا. مش محتاجهم والله، والله ما محتاجهم. انت اولى بيهم، انت اولى بيهم. طب ما انت بص على بابا الله زيي. والله ما محتاجهم، واحد اداهمني قال لي خدهم وربنا يسهل لك. فانا عادي بقى، هو زي ما رزقني رزقني بيه رزقني بيه. طب وانت هتروح من غير فلوس؟ لا معايا والله، والله معايا الحمد لله، الله يرزقني. بس ايه؟ بس ايه؟ هو ربنا مسخرنا لبعض. طب اركب منين عشان اروح رمسيس يا ابني؟ الناحيه الثانيه. لو جاي اتوبيس اركبه كمان. شيل الشيله دي على كتفك، انت عامله زي شيله شيله زي الزعل.
محدش خد منك حاجه لسه؟ الحمد لله. كان في ست كده انا معدي من هناك، كنت شايف ان في ست واقفه معاك، مين دي؟ اول مره اشوفها اصلا، هي جايه كده وشايله على كتفها وماشيه بالعافيه اصلا، فانا بقول لها مالك وبتاع، وبقول لها تعالي اقعدي هنا، قالت لي لا انا رايحه، كنت جايبه اوردر لحد وبعدين ما خدهوش، الاوردر ده ب 500 جنيه عادي يعني، وبعدين سالتني بتقول لي مفيش حاجه هنا بتروح العتبه، قلت لها من الناحيه الثانيه. يعني انت عملت ايه؟ مش فاهم. ما عملتش حاجه. مشي. مشي. ما اديتها حاجه؟ اوعى تكون اديتها حاجه. اديتها حاجه؟ حاجه لا. هي كانت عايزه اديتها حاجه انت؟ لا لا، هي ما قالتليش على فلوس. انت اديتها حاجه ولا؟ لا لا ما اديتهاش. بس انا شفتك بتمد ايدك في جيبك. لا مفيش حاجه، ما اديتهاش حاجه. ما كنت بتطلع ايه من جيبك؟ هي بتقول لي الساعه كام، فبطلع التليفون بشوف الساعه كام، قلت لها الساعه 10. والفلوس اللي معاك لسه؟ معايا. متاكد؟ معايا. معايا راجل. بتضحك ليه؟ هتروح فين وانا روحت؟ انا معرفش، انا بتاكد اصل انا انا قاعد مكاني. طب ما ساعدتهاش ليه؟ والله انا قلت لها استنى هركبك. هي بقى خدت بعضها وما فجاه لقيتها اختفت، عدت كده مش عارف راحت فين. انا ركزت معاك من بعيد، لقيتك بتطلع فلوس وبتديها. ما طلعتش حاجه. انت ليه بتنكر؟ لا ما طلعتش حاجه. حبيبي عم خالد انت راجل جدع. انا اخوك ايمن مصطفى من مبادره حياه كريمه، انا عارف انك انت اديتها الظرف كله وانت لحد دلوقتي بتنكر. احنا بننزل كل سنه بنشوف الناس الجميله المحترمه اللي زيك بتشتغل وبتسعى، نحاول نسلط عليها الضوء ونتعلم منها حاجه. كفايه انك انت ساعدت الست واديتها كل اللي انت خدته وانت لسه ما بعتش اي حاجه وانت ما تعرفهاش. لا لا، ما ربنا يرزقني للبيت برضه. ولادك اولى برضه، ربنا اللي بيرزق هو اللي بيديني وبيديني. طب ما خدتش النص واديتها النص؟ ولا نص ولا ربع، ما طلبت هي قالت 500 جنيه. هي بتقول 500 جنيه الاوردر ب 500 جنيه. احنا عايزين نديك حاجه بسيطه كده من مؤسسه حياه كريمه، دي ميدالية أبطال حياة كريمة. فرح الناس البسيطة، اتعدل شكل الخريطة، خيط يجر وخير يمر، انت فيه نقطة بداية. نفسك فيها يا عم خالد؟ أقول إيه، أنا لما أكون في حاجة بشتكي ربنا هو اللي ونعم بالله. مش عايز حاجة والله، الحمد لله. ادعي لي بس ان ربنا يسترها عليا وخلاص. ربنا يسترها عليك وربنا يرزقك ويفتحها عليك. الله يسترك. ده مبلغ مادي بسيط من مؤسسه حياه كريمه، بما ان احنا فشلنا ان احنا نعرف انت ايه اللي ناقصك وانت مش عايز تقول اي حاجه، فانا يعني انا بحييك على عزه النفس دي، انت راجل جميل وراجل جدع. واحنا كنا عايزين نحاول نساعدك باي حاجه، انت رافض انك انت تقول ايه؟ ربنا يسترك ويسترك. فاقبل مننا الهديه البسيطه دي، احنا اتشرفنا ان احنا شفناك. اتفضل يا عم خالد. يا عم الله يكرمك، اديهم لاي حد يستاهل. والله العظيم، والله العظيم ما حد يستاهل. والله ما حد يستاهلهم قدك، انت تستاهل اكتر من كده والله. اتفضل يا عم خالد. يعني احنا كان نفسنا تقول لنا حاجه معينه برضو محتاجها او حاجه. لا والله الحمد لله ما فيش اي حاجه، انا بارك ربنا يسترك ويصلحك. فرحه ابن حياه كريمه، خير بيدي الروح نقيمه، هي رحله بالناس بتحلى وانت كنت